بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. الحمد لله على نعمة الألم، هو يشير إلى العلة فيتم العلاج. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 766 بين الألم والعلة. خير؟ بص يا استاذ ابراهيم، بصيت يا باشمهندس، الحمد لله ان احنا في الاهلي بنتالم عند الهزيمه. لولا انك انت بتتالم لكنت اعتد على الهزيمه. ولكن نحن نتالم على ضياع البطولات، نتالم على ضياع النقاط، نتالم على التعادل اللي ملوش مبرر، نتالم على الخطا اللي ملوش مبرر، فبيتم العلاج. ولذلك الاهلي ينفرد بالشعور بالألم عند الهزيمة، فالألم المنبه لمصدر الألم، لأن الألم في الجسم بيشيلك إلى العلة بتعالجها. أيوة. طب لو جسمك نحس وما أيوة. بيتألمش أيوة. هيبقى زيك، تقبل هزائم وتقبل كوارث وتقبل تعيش بالألم وما، ولكن هناك نوع من الألم الذي تجبر عليه. واحد بيطفي في إيدك سيجارة، واحد بيهينك، تكتشف انك مضطر تتعامل معاه للقمة العيش. ولكنك عندما تتعامل مع واحد مش مضطر تتعامل معاه الا من اجل البروتوكول، فليذهب البروتوكول الى الجحيم. لذلك اتفهم ما فعله الكابتن سيد عبد الحفيظ واحترمه وادعمه. ده كلام محترم جدا. انت حته عدم القبول بالهزيمه ده يمكن عمرو اديب اثرها اكتر من مره، انه الاهلي باد لوزر، ما بيعرفش يخسر، لما بيخسر بيبقى وحش قوي. مش باد لوزر، يتالم ويستغرب ويندهش عند الهزيمه. وانا مش مفروض اكون جود لوزر يعني؟ وانا لا، باد لوزر ده اللي بيطيح في الكل ويضرب ويتخانق ويعمل، لكن رفض للهزيمه بشكل شرعي ومحترم، احنا بنرفضها بينا وبين بعض. شيء ما ثقافتك تقبل، احنا وجماهيرنا حرين نتعامل مع بعض. ثقافتك تقبل انكسار. احنا مع جماهيرنا بنتعامل. يزعلوا مننا نزعل منهم، لكن في الاخر كلنا داعمين للنادي الاهلي. اما انت يا استاذ عمرو، اتعود انت يا عم على الهزيمه ومالكش دعوه بيها، خليك جود، ورحب انت بيها. ما عندكش حل تاني. تكسبني مره تطلع تمسك السجاط. ما استاذ عمرو ايه يعني، احنا مضطرين نقول لك هذا الكلام لانك مزودها قوي الفتره اللي فاتت. وكنا بناخدك بحس الدعابه، ولكن انت دلوقتي بتحفل، انت دلوقتي لا، انت بتدوس، ومش هنسمع لحد يدوس علينا ولا على النادي الاهلي. ده كلام مهم، عشان كده كانت هذه الحلقه في هذه العناوين المهمه. مقالي ومقاله، ساكتين ليه؟ وفي الغربال الباز افندي وأزمة الممر، لكن بعظمة لسانه الدوري والمنحنيات الصعبة، وفي الشموع الحمراء علي بك أبو الفتوح، وفي أسرار الملك الموت عشقا، وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ألف مبروك حارسنا الدولي الكبير محمد الشناوي، أحسن لاعب في أفريقيا، أحسن لاعب في أفريقيا. الناس بقى اللي بتتكلم الشناوي معرفش إيه والشناوي إيه، وأصله مش في حتة تانية ولا في حتة تالتة، لا لا، ده واضح إن الحتة التانية هي اللي في الشناوي. الشناوي دلوقتي يتعرض للعلة، ولكنه سوف يتعافى، لان كل ما اخطاء الشناوي بيسموها في التنس، في تعبير جميل جدا، انسيسري ميستيك، غير مطلوب، غير مبرر، غير متوقع، وغير مبرر، وغير يعني مفصل. فما ما يحدث من الشناوي ليس اخطاء مستوى، ولكن اخطاء شرود، أخطاء لحظة، أخطاء ظرف، أخطاء موقف. اتكرر مرتين ثلاثة للأسف في ماتشات حاسمة
فشعر بها الناس. ولكن الشناوي لا، الشناوي إمكاناته وقدراته وعطاؤه وأداؤه اداله أحسن، مش أحسن حارس مرمى، أحسن لاعب داخل القارة. داخل القارة. ده كان الاستفتاء أو الحفل اللي أقامه الاتحاد الأفريقي في المغرب، وحصل من خلاله النجم المصري والحارس الدولي الكبير محمد الشناوي على لقب أفضل لاعب داخل القارة عن موسم أو عام 2022. الحفل كان الخميس الماضي في مدينة كازابلانكا المغربية، حضر عن النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي. الجائزة دي يا جماعة محدش كسبها من اللاعبين المصريين عن داخل القارة إلا ثلاثة من لاعبي النادي الأهلي أيضا، الكابتن محمد أبو تريكة والكابتن محمد بركات والصقر أحمد حسن. الاتحاد الأفريقي في هذا الفيديو هنشوف مراسم اختيار الشناوي أحسن لاعب في أفريقيا. وبس عايز أنوه لحاجة، أن هناك جائزة فاز بها الكابتن الخطيب كان في مجمل عن أفريقيا داخل وخارج القارة، دي كانت وقتها الجائزه للفرانس فوتبول قبل ما يتم توحيدها مع الكاف. محدش خدها برضه غير لاعب الاهلي الكابتن محمود الخطيب، ودي الجائزه الكبيره اللي تم تعميمها ما بين الداخل والخارج، ما كانش وقتها في فصل، لكن من اول ما تم الفصل بين المحترفين في الخارج، المحترفين في الخارج خدها هذا العام ساديو ماني، لكن مع ابو تريكه وبركات واحمد حسن دول داخل القاره، رابعهم محمد الشناوي. نشوف محمد الشناوي. محمد الشناوي. محمد الشناوي. هو الفائز، حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الأهلي من القاهرة. نهنئ الشناوي، أدعكم مع هذه الرسالة من محمد الشناوي. أتمنى لكم ليلة سعيدة، كنت أتمنى التواجد معكم الليلة في هذا الحفل الكبير وفي بلد الثانيه المغرب وبين اشقائنا الافارقه، لكن ارتبطنا بمرار رسميه هذه الليله مع النادي الاهلي وحرمنا من الشرف التواجد بينكما. احب ان اوجه الشكر للكاف ورئيس موتسيبي على مجهوداتهم الكبيره في الكره الافريقيه، وايضا لكل الفرق المنافسه على ما بذلوه من جهد في البطوله، وبرده بوجه التحيه طبعا لاداره النادي الاهلي وزملائي في الفرقه والجمهور دايما على طول في ظهرنا، ودايما لهم الافضل دايما، وان على طول فخورين ان هم بيشجعونا، وكنت فخور ان انا اكون متواجد في هذه القائمه النهائيه للافضل لاعب في مسابقات الانديه الافريقيه، واتمنى لكم التوفيق جميعا وليله سعيده لكم جميعا. مبروك للكابتن شناوي، وانا متاكد ان الكابتن شناوي هينظر الى حاله فيدفعه الم الخطا الى علاجه، وهنشوف الكابتن شناوي احسن لاعب في القارة. ولكن عايز بس أقول حاجة، هو نادي الأهلي مش من عدة شهور قليلة كان بيلعب في كاس العالم للأندية بصفته بطل أفريقيا، وكسب سوبر وطلع ثالث العالم ووصل فاينل، يلعبوا في ظروف اعترف الاتحاد الإفريقي أنها لم تكن عادلة وعدل المسابقة ويكاد يكون اعتزل النادي الأهلي، كيف لا يفوز النادي الأهلي بلقب أفضل نادي في القارة؟ هو استمرار للمجاملة الفجة اللي مش عارفين هتنتهي امتى. طيب الجوائز اشتملت على فوز، الحقيقة السنغال حصدت الرصيد الأكبر من الجوائز وتستحق، يعني معظم جوائزها، يعني لما يكون ساديو ماني أفضل لاعب في أفريقيا منطقية جدا، ساعد منتخب بلاده على الفوز بكأس الأمم وأهلها لكأس العالم، ودوره مع ليفربول، فبالتالي مسيرته الاحترافية مضيئة ومع منتخب بلده له اسهام كبير. انت عارف يا استاذ ابراهيم، لو كان محمد صلاح احرز ضربه الجزاء في الماتش الاخراني بتاع المؤهل لكاس العالم ما كانش هيبقى له منافس، لان هو هناك في انجلترا ملوش منافس. صحيح. لكن رجح كفه ساديو ماني داخل القاره انه خد منتخب بلاده ولا كاس مع العالم. المنتخب في كاس الامم، فوز بكاس الامم لاول مره في تاريخه، وبضربات الجزاء وتاهل لكاس العالم. يعني طيب بقيه الجوائز، منتخب السنغال خد افضل منتخب في القاره، ومدربه اليو سيسي خد احسن مدرب في افريقيا، برضه منطقيه لانه الفائز بكاس الامم والمتاهل لكاس العالم. طبيعي طبيعي. الوداد خد افضل نادي في افريقيا باعتباره بطل دوري الابطال. بابا سار لاعب السنغال خد افضل لاعب صاعد. عشان عايز اتوقف هنا، هما بيدوا بطل دوري الابطال افضل نادي؟
افضل طب فريق. الاهلي ما خدهاش ليه في, في افضل فريق؟ الاهلي لما خد البطوله لما خدهاش خد ايام مانو جوزيف سنه 2000 خد افضل خد السوبر خد بطوله افريقيا وخد السوبر ودور بيترو اتلتيكو عشان فاز على النادي الاهلي دي في 2001 بقى ايوه ما في ظل النظام الجديد يا استاذ ابراهيم لا المعايير هنا مزاجيه في الحته دي انا شايف النادي الاهلي بظروفه دي قبليها لسه واخد السوبر خارج الارض وبيلعب فاينل خارج الارض وثالث العالم قبليها ازاي ما يبقاش افضل نادي؟ طيب بابا صار لاعب السنغال افضل لاعب صاعد بابي عثمان ساكو لاعب منتخب السنغال خد هداف افضل هداف في عام 2022 ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي للسيدات فاز بجائزة أفضل نادي في أفريقيا للسيدات لكرة القدم للسيدات. إيفلين بادو لعبة منتخب غانا أفضل لاعبة. إيفلين بادو أيضا خدت الجائزة الأخرى وهي أفضل لاعبة صاعدة كمان في القارة. ديزري إليس مدربة جنوب أفريقيا أفضل مدربة لكرة القدم للسيدات. وأسيسات أوشوالا لعبة نيجيريا ولعبة برشلونة أفضل لاعبة في أفريقيا. كرة القدم النسائية في مصر لسه الاتحاد عامل اجتماع عشان يبحث تنشيطها. يعني خلينا نلعبها في إطارها. يعني صعب انك تطلب من بنات مصر بالتكوين البدني والفوارق البدنية لأن دي لعبة فيها احتكاك وفيها قوة وفيها سرعة. احنا طب ما انت عندك السلة وعندك اليد. ما هي برضو ألعاب. ما هو اليد انت خدت خلي بالك. اليد اتخذت وقت كبير جدا جدا عشان تستطيع ان تنافس فقط. لان اليد لعبه سريعه. جون وجون وفيها تكتيك مقفول في ملعب محدود غير كره القدم. كره القدم لو لاعبه سريعه واحده تستطيع ان تتفوق من منتصف الملعب. لو لاعبه عندها قوه تزيق لحد ما يجي لك حد على فكره انت ليك نماذج طفرات كده بس ما عندكش فريق بالقوه دي. ايوه. يعني المغرب يمكن قريب شويه لكن برضو هتجد ان القاره السمراء مسيطره شويه في حته كره القدم النسائيه على ما انا مش متابع قوي الحته دي لكن اعتقد المغرب وجنوب افريقيا لعبوا فاينل كاس الامم في المغرب من يومين وجنوب افريقيا كسبت 2-1 وخدت كاس الامم. ما انا بقول لك المغرب المغرب حاله هي وتونس والجزائر تدرس في ايه؟ التكوين. في حاجة بتخليهم متفوقين في ألعاب العدو. المتوسط. متوسط المسافات. في الرجال والسيدات. الجزائر غالبا ليها علاقة بالتضاريس. في سر. في الجينات دائما عندهم أبطال مميزين جدا في ألعاب القوة في المسافات المتوسطة تحديدا. ما تلاقيش كتير في 100 و200 متر مثلا. لكن تلاقي في وانت طالع بقى ال 400 و800 وال 1500 و 3000 رجال وسيدات. ايوه. وبعدين نخش بقى في المسافات اللي اطول من كده نخش على القاره السمراء كينيا واثيوبيا واحيانا برضو شمال افريقيا احيانا طفرات كده. احنا عايزين ندرس ولذلك انا كنت انادي دائما ان احنا نركز في العاب العدو تحديدا على الصعيد. تروح ناحية كده الصعيد والنوبة بتاعها تجد الجينات المتشابهة في هذه الرياضات. إنما ككرة قدم المسألة عايزة وقت طويل برضو. والله ممكن ما أعرفش أنا ما أقدرش بس أنا من الشايف إن المناخ هيفرز منتخبات على المستوى في القريب العاجل على الأقل يعني. الكاف بيوصي بيها أو بيشترط ليها يعني يساعدوهنا بقى إن إحنا شو يقول لنا وهو هي لعبة جديدة في مصر يعني سحر الهواري صاحبة فضل إنها زقت الزقة دي بعد سنة 2000 يعني. أي. وكان سمير زاهر تحمس لها ورحمة الله عليه فابتدينا على استحياء كده ولذلك تجد عدد الأندية الممارسة مش كبير في مصر. يمكن وادي دجلة أكتر الأندية المهتمة. صحيح. وبعض الأندية الصغيرة وبعض الأندية التانية. سمعت النادي الأهلي بصدد انشاء ودي هتعمل مؤكد نقله نوعيه. صحيح. لو حصل كده هتبتدي بقى ايه تدخل في فكر كلام هتستقطب بعض لاعبات العاب القوه.
هتبقى ليها جماهيرية شوية. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم. أهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الأهلي، طول ما الأهلي الألم بتاعه بيديله إشعار مباشر وصحيح وصريح وسريع لموطن الدافع يتم التعامل معاه بأسرع وقت وبأفضل الحلول. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة النهاردة عقد اجتماع مهم مع اللعيبة بعد الفوز على الجونة وفي بداية الاستعداد لمباراة المقاصة للمرحلة اللي جاية، وأكد ليهم على أنه خلاص المرحلة الحالية لا تقبل أبدا أي تفكير في أي حاجة غير الفوز بنقاط كل مباراة والتركيز الشديد في هذه المرحلة المهمة. الأهلي بيستعد بقوة لمباراة المقاصة مساء الأربعاء إن شاء الله. ده كان أبرز ما في هذه الإطلالة الخبرية السريعة، لكن تبقى ضربة البداية المهمة مع مقالي وما قالوا. ساكتين ليه؟ بس ما تقوموش تروحوا، اقعدوا عشان تجاوبونا. هو الدوري المصري ده مش من ضمن البطولات المهمة الخاضعة للكشف عن المنشطات؟ مش ده المفروض حفاظ على عدالة المسابقة ونظافة البطولة وسلامة اللاعبين؟ لا حس ولا خبر. آخر مرة سمعنا خبر عن مكافحة المنشطات في البطولة بتاعتنا كان في يناير الماضي، في 14 يناير، وعبر أكثر من موقع صرح السيد رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات الأستاذ حازم خميس، وقال ما نصه بحسب ما نقل في كثير من المواقع وقتها ومن ضمنها موقع مصراوي نشر هذا الخبر في 14 يناير الماضي. قال الدكتور حازم خميس أن لاعبين اثنين فقط في لعبة كرة القدم تم اكتشاف إيجابية العينات الخاصة بهما خلال الفترة الماضية بين أندية الدوري المصري. وأشار خميس في تصريحات خاصة لمصراوي وقتها إلى أن الثنائي المكتشف من بينهما كريم بامبو لاعب البنك الأهلي إلى جانب لاعب آخر لن يتم الكشف عن اسمه لحين انتهاء التحقيقات. يعني في واحد زي بامبو مش هنكشف اسمه إلا لما نخلص تحقيقات. وقال خميس لاعبان فقط في الدوري المصري من تم اكتشاف تعاطيهما للمنشطات، أحدهما هو كريم بامبو وانتهى إيقافه بحلول شهر يناير الجاري، وهناك لاعب آخر لن نكشف عنه الآن. ليه؟ مفيش تفسير. وأكمل خلال العامين الماضيين اكتشفنا 9 حالات ثبتت إيجابية التعطيم للمنشطات، منهم هذا الثنائي فقط بين كل لاعبي كرة القدم. مين؟ مفيش. هو بس يعني أقول لك بس نهاية التصريح. واختتم الدكتور خميس اللاعب الآخر لن نفصح عنه الآن سوى بعد انتهاء كل الإجراءات والتحقيقات الخاصة به، وهي إجراءات صعبة وطويلة لكن لابد منها، لأن في النهاية القرار ربما يكون الإيقاف حتى 4 سنوات وهي مدة قاسية على أي لاعب. انتهى تصريح رئيس لجنة مكافحة المنشطات المصرية من يناير اللي فات، يعني 6 شهور ولا حس ولا خبر، لا التحقيقات خلصت ولا اتقال مين ولا العقوبة أعلنت ولا الإيقاف تم ولا حد عرف أي حاجة. إيه؟ هو انتهى التصريح ليبقى التساؤل، لماذا يعني الإعلان عن لاعب والتستر على آخر؟ اتنين، هو مين بعد كل ده؟ 3، هو احنا مستمرين في الكشف عن المنشطات ولا توقفنا؟ لأن بيطلع مدربين كتير بيعتبروا أن تعاطي الترامادول ده مش منشطات. ويعترفوا بسهوله جدا، ولاعيبه بتطلع تقول تعترف بعد ما بطلت، وحتى لعيبه سمعت لعيبه بتطلع تقول خدنا ترامادول. اليس الترامادول محظورا وليس يعني هو منشط لكن ما نزلش الجدول للاسف؟ احنا ليه بنقول الكلام ده؟ عشان ما تفضلش باستمرار الدوري المصري بتاعنا عليه علامات استفهام، حتى لو طال هذا الامر لاعبا من النادي الاهلي. هو الغرض من الكشف عن المنشطات يا استاذ ابراهيم مش الحفاظ على صحه وسلامه اللاعب، 2 عداله المنافسات، صوره الكره المصريه خارجيا لانه هيطلع يشارك بقى. انا بتكلم في المطلق، عداله التنافس، وصحه اللاعبين. طيب
لما تعلن عن ناس ولا تعلن عن آخرين ولا تستمر، هذا ظلم بين، هذا ظلم بين. وسبق أن تعرض عمرو سماكة لأمر بس كان معكوس، يعني ما كانش مناشط، واخد بالك؟ كان مخدر. فهذا أمر يعني محظور. خلاص العالم كله بيعمل هذا الكلام. ما بنستمرش ليه في السكة ومرة واحدة بغموض نتوقف؟ هو ده بس اللي خلانا نتساءل، لأن الدوري المصري فيه ظواهر عجيبة جدا. معدلات الجري متباينة جدا مختلف. للفرق المختلف وللفريق الواحد. من مباراة إلى أخرى، ومش ضروري، مش ضروري بسبب المنشطات، ممكن يكون بسبب دوافع أخرى، لكن ما تطمنونا، ما تطمنونا يعني. يعني طيب لا ينبئك بقى قدر خبير، والخبير هو الدكتور حازم خبيث رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. سلامي للجميع. اهلا بيك دكتور. تذكرنا تصريح سابق لحضرتك بالظبط في 14 يناير لما كشفت انه في عينتين ايجابيتين، او 24 يناير عينتين، واحده لكريم بامبو وتم تنفيذ الايقاف، والاخرى بحسب تصريح حضرتك وقتها انه جاري التحقيقات معاه ولن يعلن الا بعد انتهاء التحقيقات. هل بعد 6 شهور ما انتهتش التحقيقات؟ لا، لسه ما انتهتش التحقيقات بعد 6 شهور. طب ايه شكل التحقيقات؟ لانه يعني عشان الناس تبقى فاهمه ايه اللي بيتم. طب تسمح لي بس عشان اشرح للناس، لان قد الناس برضو ما تبقاش مدركه. اتفضل. قصه مكافحه المنشطات في مصر. اتفضل. المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اللي هي النادو المصري هي المسؤولة عن إجراءات المنشطات بناء على توجيهات وتعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. تمام. انت حضرتك حد مثل بسيط، الأهلي للاعب سموحة مثلا. المنشطات دي بتبقى خطة معمولة في المنظمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم. مش كل ماتش ممكن يبقى فيه منشطات ولا لا، ده حسب الخطه اللي بتتوضع لمده سنه حسب جداول الرياضه في مصر، جمباز، كره قدم، ملاكمه، كل الانواع الرياضيه. والاختيار عشوائي ولا وفقا لخطه ثابته؟ الخطه بتقول ان الماتشات بالارقام كلها اختيارات عشوائيه حسب تعليمات الوكاله الدوليه. تمام. يعني ممكن تقول تجي لنا تعليمات ان احنا هنعمل الماتش رقم 5 او الماتش رقم 8 في الدوري للفريق الثاني والفريق الثالث، فبتخضع لهذه الخطه من اول السنه الرياضيه للماتشات. احنا بناخد جدول المباريات من الاتحادات ويتم التعامل حسب هذا الجدول. لو احنا الاهلي بيلعب سموحه، بتروح مندوب المنظمه المصريه الى الملعب، يقابل المدير الاداري للنادي الاهلي والمدير النادي لنادي سموحه، يسلموه بظرف مقفول ارقام فانيلات اللعيبه اللي هتلعب والاحتياطي للفرقتين. قبل ما ينتهي الماتش من ربع ساعه ل 10 دقائق يجي المندوبين دول يسحبوا كل واحد من فرقته رقمين، يبقى معانا اربع ارقام. الاربع ارقام دول يقوم مندوب النادي المصري بمراقبه الاربع لعيبه دول مراقبه لصيقه وهم جوه الملعب. اول ما الماتش ينتهي ياخد الاربع لعيبه دول مع مندوب النادي الاهلي ومندوب نادي سموحه الى مكان اخذ عينات البول. عينات البول دي بتتاخد في قاروره مستورده من سويسرا وهي مفتوحه، او ما القاروره بتتغطى، الغطاء ده لا يمكن فتحه الا بمكان خاص موجود في المعامل المعتمده للوكاله الدوليه للمنشطات. اتبرشم خلاص. اتبرشم ويتم تتبع هذه العينه من ملعب المباراه الى مطار القاهره الى الدي اتش ال الى معمل المنشطات المعتمد في برشلونه. اول ما العينه توصل معمل المنشطات في برشلونه بتتقسم الى العينه A وB، دي بيحتفظ بيها وA يتم تحليلها. طلع اللعيب ياخد ماده منشطه. الماده المنشطه دي يعني تعمل حاجه اسمها كونفرميشن، هي بند تاكيد هذه العينه. ايوه. ينزل على السيستم الدولي قدام الوكاله الدوليه والاتحاد الدولي للعبه والمنظمه الوطنيه المصريه ان اللعيب الفلاني بياخد ايه؟ عنده عينه نشط، عينه منشطات. العينه رقم واحد اثناء التنافس ولا وليس في البطوله؟
لو في البطوله بيبدا من 12 بالليل لانتهاء المباراه، او مش في التدريبات في ماتش ودي دي قصه ثانيه، يبقى في اثناء البطوله وخارج البطوله. نوعيه المنشط سبيسيفايد ونان سبيسيفايد. النان سبيسيفايد ده تك 4 سنوات، عقوبته 4 سنوات. طيب ابلغت النادي المصري ان اللعيب فلان الفلاني عنده عينه ايجابيه في اي لعبه، بنبعت جواب رسمي الى اتحاد اللعبه. وظيفتنا ان احنا نبعت الجواب رسمي لاتحاد اللعبه، زي اتحاد كره القدم، بنبلغه ان اللاعب الفلاني النادي الفلاني عنده عينه منشطه. ايه الاجراءات؟ بنبعت له كمان يعمل ايه اجراءات؟ الاجراء الاول ايقاف اختياري، ان انا اللاعب اول ما يعرف ان عنده عينه يوقف نفسه الى انتهاء التحقيقات. طيب ما وقفش نفسه هو حر، يروح يقدم في لجنه ما لجنه الاستماع، يا يقبل العقوبه يا اما يقدم في لجنه الاستماع في المنظمه المصريه. لجنه الاستماع ديت عباره عن 3 قضاه ودكتور، يقدم دفوعه. الدفوع دي بقى يجيب دكاتره، يجيب تقارير طبيه، انا خدته مش قاصد، انا خدته في اكل، انا ما كنتش اعرف انه منشط، وهكذا يقدم دفوعه. وثم يتم التداول زي امام اي محكمه كذا جلسه لاتخاذ القرار، ثم لجنه الاستماع تاخد قرار بالعقوبه. فاتوقع على كريم بامبو عقوبه. كريم بامبو قدامه الطريق الاولاني انه يقبل العقوبه، وهو لو كان واقف اختياري تخصم العقوبه، يخصم الوقف الاختياري من العقوبه، زي هو كان واقف 6 شهور والعقوبه سنه يبقى فاضل له 4 شهور. تمام؟ ما قبلش العقوبه بيخش لجنة الاستئناف، لجنة الاستئناف نفس الكلام، 3 قضاة مع طبيب، يتم نفس الدفوع بنفس الإجراءات لحد ما تأخذ اللجنة، اللجنة اللي هي الاستئناف قرار، يا إما ينفذه يا إما يرفع قضية على في المحكمة الرياضية الدولية اللي هي آخر منصة للتقاضي، هي المحكمة الرياضية الدولية. فكل الاجراءات دي لحد ما يعلن من قبل النادي المصري ان هذا اللعيب تم توقيع العقوبه الفلانيه والماده الفلانيه ومده العقوبه كذا. عشان الناس كده، عشان كده زي ما حضرتك بتسال الناس مستغربه ازاي ممكن المده تقعد بالشكل ده. في لعيبه المحاكمه او الاجراءات خدت 1.5 سنة 2 سنين. طب هو ليه بعد اذن حضرتك؟ لانه نفس الكيس كريم بامبو ومعاه لاعب اخر بحسب تصريح حضرتك، ليه التحيات مع كريم بامبو تمت بسرعه وتم اعلان العقوبه واللاعب الثاني حتى الان حضرتك بتقول لي ما انتهتش؟ اول حاجه كريم بامبو كانت عقوبته خارج التنافس، ما كانتش في البطوله. اللعيب لو حاجه طولت يبقى لعيب، يبقى خد المنشط اثناء بطوله، دي قصه واحده. هل اللاعب الاخر ده كان اثناء بطوله محليه ولا قاريه؟ لا ممنوع التصريح بهذه التفاصيل حضرتك، انا مش لان دي مش شغله رئيس مجلس الاداره المنظمه. محدش يقدر يتصرح بهذه التفاصيل. يعني البروتوكول انه ما نعلنش غير بعد ما نوصل لنتيجه حاسمه. بالظبط، مش بس كده، لان ممكن يطلع براءه في الاخر. هنشوشر عليه على الفاضي. هنشوشر عليه على الفاضي. ماشي، لا مقبول هذا الكلام، لكن انا فهمت من كلام حضرتك دلوقتي ان مش كل المباريات المحليه بتتغطى، وإن اختيار المباراة قبل الموسم إذن ما بيلفتش نظر المنظمة إن في حالة استثنائية في مباراة معينة تستحق المتابعة. لا مفيش كلام من ده خالص. مفيش كلام، إذن هي حبيت أضيف جملة مهمة قوي يا كابتن باشمهندس، إن لو لعيب اتطرد في ماتش المنظمة حطاه في المنشطات لازم تعمل له تحليل في ساعتها. أي لعيب اتطرد في المباراة لازم يتاخد للمنشطات حتى لو اسمه مش في السكور، مش في المجموعه اللي المفروض تعملها منشطات. ايه السبب يا فندم؟ لان التعليمات الوكاله الدوليه بتقول ان اللاعب اللي بيطرد قد يكون سبب طرده انه واخد منشطات اثرت على سلوكه. يكون مهايبر يعني. مهايبر. طيب الواضح. طب لحظه النبي يا استاذ ابراهيم، مهم جدا الناس تفهم القصه دي، لان احنا نفسنا ما كناش فاهمين. يعني دلوقتي اللعيب اللي بيطرد ده معنى كده ان لازم يبقى فيه كل ماتش فرص لاخذ العينات، لان في لعيبه بتطرد وبتنجو. يعني بس مهندس، مفيش حد في العالم، في منظمه في العالم
تستطيع انها تعمل تحاليل لكل الناس كل وقت في كل الماتشات. حضرتك العينه دي بتتكلف، طب الماتشات المهمه على الاقل العينه الواحده بتتكلف كم؟ 7500 جنيه. طب اخبار المعمل بتاعنا ايه؟ ده لا عايز اقوله، مش كان في معمل الاول؟ الاول يا باشمهندس اتحاد الكره ده عليه 5.5 مليون عينات ده في حاجه. طب وفهم هم بقى الاتحاد، الاتحاد اشهر الاتحاد. بس على فكره على فكره يا فندم، 5 مليون جنيه ده دليل براءة اللاعب المصري، بمعنى إن لم يثبت إلا حالة ولا اتنين لحد دلوقتي. لا، نسب تعاطي منشطات في كرة القدم من أقل اللعبات، أعلى لعبات في العالم مش في مصر بس، في الترتيب كده رفع الأثقال المصارعة كمال الأجسام والمصارعة دول أعلى رياضات الأولاد بياخدوا فيها منشطات. طيب قرب نهاية الدوري من نهايته والمنافسات اللي فيه وشكوك الناس حوالين الحاله البدنيه لكتير من الانديه، هل معنى كده انه ده مش خاضع للتحليل الفتره الجايه، ولا انتوا كمنظمه مصريه ممكن توصي بحاله استثنائيه؟ لا، ده هي المنظمه حاطه ان اكثر توقيت بيتاخد فيه التحاليل العينات في اواخر الموسم، لان يعني ده الموسم الفيصل. يعني اللي نقدر ناكد عليه ان الفتره الجايه في نشاط شديد للمنظمه. نشاط مهول. مهول. طيب اتقال بالنسبه للترامادول، دايما كان يقول لك الترامادول في الدوري للركب، بيعترفوا اللعيبه انهم بياخدوا ترامادول، هل ده بره البروتوكول؟ بره الجدول، مش من المنشطات. يا خبر، كنت عارف ان المنظمه المصريه طلبت اكتر من مره ادراجه، ما استجبش ليها. هو الترامادول بيعمل ايه يا دكتور؟ الترامادول اساسا ماده مسكنه ومخدره، لكنها لا تؤثر في النشاط البدني. امال بياخدوه ليه؟ عشان ما يتعبوش؟ عشان يتنس، لا عشان يخليك تسهر لفترات طويله. كان بياخدوا السواقين بتوع النقل. لا، اللعيب ياخده ليه؟ يبقى خطر عليه بياخده ليه؟ لا، عشان بيزيل الالام، بيزيل الالام بشده، الام العضلات وامال المفاصل والكلام، بيأجل احساسه بالالم. اذا النظره الخاطئه الى الترامادول انه منشط وانه اتضح انه خارج الجدول. هياصوا. خارج. طب هل لو ثبت يا دكتور وهو خارج الجدول بيتوقف اللعب ولا لا؟ لا خالص، لا هو بياخد ترامادول، ترامادول مش في المنشطات. يعني حتى لو اكتشفته ما بيتوقفش عليه. انت عارف الهدف المنشط ايه؟ الوكاله الدوليه دي لما حطت من انواع المنشطات وبتجدد القائمه المحظوره كل سنه بتؤكد ان الماده، الفكر البنت الروسيه خدت دواء قلب اسمه فاسترين. كان أول مرة في تاريخ المنشطات إن الفاسترين ده يدرج كمنشط. اكتشفوا إن الدواء ده بيحسن كفاءة عضلة القلب في الشباب. فلو حد شاب بيلعب رياضة وخده تبقى كفاءة عضلة القلب 3 أضعاف الشخص العادي. طيب في المنشطات. في الدوري بقى الفترة اللي جاية حضرتك بتقول إن هيتم تكثيف الجهود فيها، مش كده؟ المفروض. طب سؤالين ثلاثة كده، المفروض ولا المقرر؟ نعم فندم؟ المفروض ولا المؤكد؟ ما دي أسئلة تمس نشاط المنظمة يا باشمهندس، يعني لابد الأسئلة تبقى حريصة واللي بيجاوب عليها أحرص. احنا بس احنا عايزين ننبه لاعبتنا إن ما تقعوش في المحظور، لكن أنا عايز أقول نعم، في حاجة مهمة عايز أقول عليها. أيوه، النادي المصري من اقوى المنظمات الوطنيه في العالم في مكافحه المنشطات. ليه؟ لان الوكاله الدوليه بتتابع نشاط المنظمات الوطنيه بمنتهى الدقه، يعني الحديث اللي انا حملته مع سيادتك ده 90-95% سيترجم حرفيا ويرسل الى الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات. اي خطا في كلمه واحده انا قلتها تمس عمل المنظمه او تشير الى اي تدخل من مجلس اداره المنظمه في عملها يسيء للمنظمه المصريه، وده لا يمكن يحدث. يعني بقول يا فندم دلوقتي عندي معلومه ان في حاجتين ممكن يكونوا يندرجوا تحت الحظر والمنشطات، والحاجتين عايز اتاكد من حضرتك. اولا نقل الدم، هل لو انا خدت كميه دم ليله المباراه اكتر من المعدل اللي الجسم يعني بيفرزه ده بيحفز ونشط؟ التاني جرعات الأكسجين، إنك تاخد جرعات أكسجين استثنائية فتزيد من كفاءة. هذا كلام أي كلام ولا له أساس من الصحة؟
ليه يا ليه باشمهندس في الاسئله دي يعني؟ ليه ليه يا باشمهندس؟ عشان الناس تعرف وتاخد. يا باشمهندس ده انا حبيبك يعني، حبيب قناه الاهلي يعني. ما هو ده بره الترجمه يا دكتور. ده بره الترجمه. لا وانت اما تنبه الناس خدوا بالكم انت بتحميهم. لا 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 بص يا باشمهندس، يا باشمهندس انت راجل عبقري وممكن توقع 50,000 واحد. وتوقعك في ايه دي انك تقول له اوعى تنقل دم لا تعتبر مش عارف ايه، او ما تاخدش ما تحطليش انبوبه اكسجين في اوضه اللبس وتروح واخد لك. بس انا اجاوب. الاجابه ما احنا سكتنا على اسم اللاعب، يبقى جاوب على ده بقى. اجاوب على ده بقى. بص الوكاله الدوليه بتنزل سنويا على موقعها وموقع النادي المصري كل القائمه المحظوره، كويس؟ لاول مره في تاريخ المنشطات بقى في قائمه محظوره باللغه العربيه، لاول مره. كان عندنا قائمة محظورة باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الأسبانية. أول مرة في تاريخ مكافحة المنشطات النادي المصري نجح إن يبقى عنده قائمة باللغة العربية، ودي أفادت المنطقة العربية كلها. واللائحة دي على موقع النادي المصري يعني لائحة ثابتة، وهذه اللائحة تم إرسالها لجميع الأندية وجميع الاتحادات عشان ما يبقاش فيه لعيب عربي مصري يقول ان انا ما قريتش القائمه المحظوره، او ان انا كانت بالانجليزي او باللاتيني وانا ما عرفتش. فالقائمه موجوده في جميع الانديه وعلى موقع النادي. تمام؟ ماشي يا فندم. يعني هو رئيس النادي بيصدر بيه قرار من وزير الشباب والرياضه، مش كده حضرتك؟ كل بما ان الوكاله الدوليه دي وكاله مستقله، النادي المصري لازم يبقى مستقل، بيصدر قرار بتشكيل مجلس الاداره من وزير الشباب والرياضه. ايوه. وانس يتم تشكيله بيصبح مستقل لا يتبع الدوله. لكنه التشكيل من قبل الوزير. مجلس الاداره بيختار المدير التنفيذي اللي هي الدكتوره هانم امير، اللي هي المدير التنفيذي للمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، وقد اجزم وربنا شاهد على كلامي يعني ان دي اكفأ مصريه في هذا المجال، وقد يكون اكثر عربيه وافريقيه في هذا المجال بجانب جنوب افريقيا. هي المسؤوله الاولى عن نشاط المنظمه المصريه، وديت منظمه مستقله، اللجان مستقله، اللجان القضائيه مستقله. لا يستطيع احد داخل الوطن او خارج الوطن التدخل في اعمال المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات تحت اي مسمى. طب السؤال اللي يخصنا احنا بقى، هو احنا لو رحنا بحثنا في جوجل عن المحظورات وتحدثنا عنها، ده في مسؤوليه علينا حضرتك يعني؟ انا بقى ما خلاص. لا. احنا هنحترم مسؤوليتك ومش هنضغط يعني. لا خالص، اي حد يقدر يتكلم في اي حاجه. ماشي يا فندم. لكن المسؤول عن الحاجه لازم يتبع الكود الدولي حرفيا. اي مخالفه للكود الدولي، حضرتك لو رجعت في شهر مايو كان هنا اجتماع الفاونديشن بورد والاكسكيوتيف كوميتي للوادا، ودي اول مره تحصل. ايه اللي يخلي الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات تعمل اجتماعاتها في مصر؟ معناها ايه؟ معناها ان هذه الدوله وهذه المنظمه الوطنيه لمكافحة عندها منظمه محترمه ومنضبطه انضباط تام، انضباط تام. شكرا يا شكرا فندم جزيلا على وقتك. للدكتور حازم خميس رئيس المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات. عايزين بقى أعتقد ايه كلام مهم. الهوم ورك بتاعك مع الاعداد في السؤالين اللي انا سالتهم دول يدوروا لنا في جوجل، ينجاوب النهارده ينجاوب بعدين، لان دي مهمه جدا. في ناس بتعملها وربما تكون محظوره، اللي هي الادويه وال لا نقل الدم والاكسجين. ما انت ما تحط لي بقى عشان فرقتك تتعافى في اوضه اللبس وهي محظوره وعمال تاخد جرعات اكسجين. ما هو مش عايز يجاوب على دي ليه بالله؟ هو بيقول لك لا، ما خلاص مش هنقول له ليه. احنا طالما انها متاحه وفي وتخش جوجل تعرف خلاص. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل في الغربال كلام مهم. ما تخافش على الاهلي. يا استاذ ابراهيم اهلا بحضراتكم من جديد. الاعداد قال لك انه الدم والاكسجين من المنشطات اشتغلوا بسرعه ودخلوا لقوا الدم فعلا، نقل الدم واستنشاق الاكسجين بطريقه معينه اثناء المباراه او قبلها هو نوع من المنشطات ومجرم. ده كده الدوري يقف. انبوبه اكسجين في اوضه لبس ممكن تلغي الماتش. طيب عايز اقول لحضراتكم، الكابتن محمود الخطيب وجه الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي
للاجتماع بشكل عاجل لمناقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرا، كما وجه الكابتن محمود الخطيب ببث الفيديو الخاص بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الأمس، والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية على جميع الحسابات الرسمية للنادي. ده الخبر، لكن مع حضراتكم الفقرة المهمة الدايمة في الغربال، الباز أفندي وأزمة الممر. الحكاية، الدكتور محمد الباز يعني فجأة تعادل الأهلي، هزيمة الأهلي، أي نتيجة غير الفوز بالنسبة للأهلي يحدث هذا الصخب الشديد جدا ويخلط كل الأوراق، إلى درجة أنه ليس المهم أن أنت تشارك في كأس العالم، كأس العالم، وليس إنجازا أن تفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم، ومش شطارة أن أنت تكسب بطل آسيا أو بطل أمريكا اللاتينية، الشطارة أن أنت تاخد كأس مصر. الفشل أن أنت تخفق أمام الزمالك في كأس مصر. المصيبة والمشكلة أن أنت ما تاخدش البطولة، وأي بطولة الأهلي شارك فيها لو خدها تبقى البطولة ضعيفة، لو شارك في بطولة أفريقيا يبقى الدوري المصري أفضل من البطولة أفريقيا. أنتوا بتتكلموا في إيه؟ لو ما خدش كأس مصر، ده كأس مصر أحسن من كأس العالم للأندية. لو خد بطولة الدوري، لا، ده الدوري الفيفا بيقول لك ده من البطولة الضعيفة والتنافسية الهزيلة والكلام اللي انتوا سمعتوه. في كل الأحوال كل التفسيرات للأسف على السطح الإعلامي تفضي إلى التقليل من شأن أي بطولة يفوز بها الأهلي، والتضخيم والتهويل من أي بطولة يفقدها الأهلي، والسبب واضح جدا وما عادش خافي على حد. بص أستاذ إبراهيم، وده بيحضرني هنا عشان بس الناس اللي عايزة تكون منصفة، ها، شهادة أمام الله سبحانه وتعالى. أيوه. أنا لم يحضر أحد قراري بالتحدث في أي أمر عن نفسي. واخد بالك؟ فمن فضلكم مش عايزين حد يتطوع يتحدث باسمنا، إحنا نتحدث بضميرنا ومسؤوليتنا أمام للنادي الأهلي ولصالح الرياضة أولا وأخيرا، دون ما إساءة أو شحن أو عمليات التحفيل اللي أصبحت سرطان الرياضة المصرية. فأنا طيب. أنا بس عايز أقول لك النقطة دي، يدهشني ما يحدث، لأن ارجع يا أستاذ إبراهيم، مش ارجع، ده عايزهم ناس هي اللي ترجع. أنت طبعا رئيس التحرير وأنت الشريك الرئيسي في هذا الأمر، لم يترك برنامج ملك وكتابة للنادي الأهلي حقا في أي لحظة من لحظات تكوينه منذ بدايته حتى الآن، وخصوصا في العامين الأخرين ما أشارش إليه. قبل كده أشرنا للاختراق الإعلامي وقلنا خطورته والمستقبل الأنية والمستقبلية وتحقق، بعد كده تحدثنا عن الاختراق الداخلي وما يحدث بين التفرقة بين صفوف عناصر اللعبة في النادي الأهلي جميعها، وتحدثنا في هذا الشأن، وهذا أمر يخصنا ما يخصش حد تاني. تحدثنا عن الزخم الإعلامي الذي يحظى به الإعلام الأبيض والفقر الإعلامي الشديد بخلاف هذه القناة في أي مكان آخر. تحدثنا إلا اللهم محاولات فردية لحد اتنين تلاتة يعني ما يقدروش يواجهوا الإعصار الإعلام الأبيض. تحدثنا عن عبر السنوات الماضية عن الظلم الفادح الذي يلقاه النادي الأهلي في عمليات التحكيم والفار وتوجيه البطولات، تحدثنا في هذا بوضوح، فمحدش يزايد على موقفنا. والنبي وبلاش الصعبينيات علينا، كل واحد يخليه في حاله، لا احنا عارفين كويس مسؤوليتنا ومحدش خالص بيوجهنا. فمن طيب. فضلكم تابعوا البرنامج، لان في جزء من ده حق يراد بيه باطل، ده شكله انه حد بيدافع عنك لكن بيسمم الجسور بينك وبين جماهيرك. ده في ناس بتطلع تقول لك والقناه بتقول ايه، احنا وكثير من برامج الاهلي ومعانا اولادنا الصاعدين اللي بندعمهم في خط احمر
بنجمع الماتيريال بنوريكم الاخطاء والظلم الذي يتعرض له النادي الاهلي، وبنرد على التقولات والشائعات، وبنرد على تزييف التاريخ، وبنتصدى له بمنتهى القوه، وسنفعل هذا طالما ان فينا رمق وفينا حياه، لان لا احد يحظر علينا هذا. استاذ ابراهيم، طيب جزء من الضغط على الاهلي والتحميل على الاهلي وتصوير المشهد ان انت خسرت مباراه مع وضع في الاعتبار والتأكيد على انه المستوى على الاقل في الشوط الاول لا يليق، لكنها تبقى مباراه، فهل مباراه او بطوله كافيه وكفيله للي هتسمعوه؟ استاذ ابراهيم، بقى تأكيدا لكلامك، هو الماتش اللي فات بتاع 2-2 ما قال لك الاهلي كان مكتسح، ولكن الزمالك عمل ايه في الشوط الثاني وطلعوه بتعادله قد فاز وكان الاقدر. فاز على الاهلي 2-2، لكن لما تعكس الايه بالنسبه لك انت حوالي 70% سيطره والزمالك مش يعني، لكنك خسرت، واحنا اعترفنا ان دي خساره علينا. طبعا على فكره هو اللي مستكتر على الاهلي او بيهين الاهلي او بيلاقي عليه الكلام انه خسر كاس مصر، ما خسر قدام الزمالك اللي انتوا بتقولوا عليه فريق كبير، وهو فريق كبير طبعا طبعا، وهو ما كسب كاس مصر كتير طبعا، وهو ما كسب الاهلي وغير الاهلي كتير صحيح، وهو ما كاد ان يخرج امام اسوان لولا اخفاق اسوان في ضربات الجزاء قبل ما يلاقي الاهلي. كره القدم متغيره يوما بعد يوم، دي كرة. ولكن لا احد يركز الا مع النادي الاهلي وسلبياته. طيب خليني اعرض، لانه كمان الكلام بالنسبه للزملاء مقدمي برامج التوك شو الرياضي والبرامج الرياضيه المختلفه، الامر بالنسبه لهم كوره ورياضه وعندهم تفاصيل، بيختلف ويتفق ويشيد ويلوم ويعتب ويهاجم ويدافع وهكذا. لكن المساله بالنسبه لمقدمي برامج التوك شو العام، فجاه يقوم واخد الموضوع ويلبسوا بقى كل الثياب غير الرياضيه، فيتم تصوير المشهد على انه في فساد نتيجه هزيمه مباراه. محمد الباز نشوف. يعني جمهور الاهلي لما كان فريقه بيخسر او يعني بيحصل فيه اخفاقات كان بيبقى متفاهم ومساند، لكن لانه جمهور الاهلي شايف انه اللي حاصل في القلعه الحمراء كما يقولون يصل الى درجه الفساد، في فساد في النادي الاهلي، فساد رياضي في النادي الاهلي، فساد اداري في النادي الاهلي، وقد يصل الامر الى فساد مالي في النادي الاهلي. ما هو خلي بالك انت لو الناس بتعمل صفقات وبتجيب ناس تتعاقد مع ناس عشان تطلع يعني بنسبه، يبقى انت قدام فساد مالي. الاستاذ احمد باشا صديقنا العزيز ورئيس تحرير جريده روزا اليوسف وهو اهلاوي بيقول انفرد الخطيب، دي الاسباب يا جماعه. يعني اسمعوا الاستاذ احمد باشا وهو بيقول ليه الاهلي انهار. بيقول انفرد الخطيب بمقدرات فريق الكره بالنادي الاهلي وكلف ادارته الاعلاميه بالهجوم على اي انتقاد لادارته وتحكمه عبر كتائب السوشيال ميديا. علامات استفهام حول دور امير توفيق صاحب افشل صفقات في السنوات الاخيره. الخطيب سلم النادي بمفاتيحه الى المدعو موسيماني وزوجته السمساره لتفريغ الفريق من لاعبيه والتعاقد مع لاعبين لا يستحقون ارتداء الفانيلا الحمراء. جدد للتونسي علي معلول بمبلغ خرافي لمدة عامين بعد أن تدهور مستواه لدرجة عدم قدرته على الدفاع أو الهجوم وأصبح ثقب أسود في جسد الفريق. بيقول يعني انشغل وشغل الفريق ده على الخطيب والجماهير بكل القضايا الفرعية واختلاق مشاكل ليس هذا وقتها مما حفز الفرق واللاعبون ضد القلعة الحمراء. الأهلي يحتاج ثورة إدارية تليق به بعيدا عن نرجسية بيبو التي ستقضي على هيبة نادي القرن وحاضره ومستقبله. طيب أخطر ما في الكلام، الأهلي فيه فساد رياضي وإداري ويرقى إلى أن يكون فسادا ماليا. بالنسبة للمصيبة الأخيرة دي مفيش أرفع ولا أقيم ولا أعلى ولا أعظم من سلطة معالي النائب العام فيما يتعلق بالشأن المالي العام. وهنا بقول للبازفندي أو لغير البازفندي، لأي واحد يتقال له قول لا، لو سمحت البينة على من ادعى والدليل على من أنكر. أنا هنا بأنكر لك وبقول لك شهادة من معالي النائب العام،
دي صدرت بحق مجلس إدارة النادي الأهلي، والنص الواضح الصريح فيها أنه لا ثمة عدوان على المال العام في النادي الأهلي. دي تتحط في عين أي حد يجرؤ أنه يتهم النادي الأهلي بالفساد، وأي حد عنده غير كده يطلع على النيابة العامة فورا، لأنه ده حتى دي ثوابت النادي الأهلي، الحفاظ على سمعة النادي وقيمة النادي ما تكونش إلا لدى الجهات الرقابية المختصة، لا تلاك بالألسنة كده بالسهل. الحفاظ على قيمة الأهلي وسمعة الأهلي وأموال الأهلي، أي حد عنده غير الشهادة اللي أنا عرضتها على حضراتكم اللي من معالي النائب العام، أنه بعد التحقيقات اللي جرت بكذا كذا كذا ثبت لرجال النيابة العامة أنه لا ثمة عدوان على المال العام في النادي الأهلي. خلصنا من قصة المال العام. أي حد عنده أي حاجة تستجد مكانها مش الإعلام ولا المنصات الإعلامية. وأنا بس يا أستاذ أروقة النيابة فورا. بص يا أستاذ إبراهيم، هو أنا بس عايز أقول، هو كل ده اكتشفوه في الشهرين اللي فاتوا دول؟ الاكتساح والفخر بالنادي الأهلي عبر السنة ونص أو سنتين الأخرانيين وما قبلهم، وافتخار العالم بينا، وما يحققه النادي الأهلي من إبهار، كان خفيا، وبمجرد ما أصاب الجسد العلة، العلة لما يطلع الراجل يقول لك أنا كل ماتش بيطلع لي إصابة واثنين وثلاثة، والكلام ده كان بيتقال من مع مانو جوسيه، القادم لو استمر مع الأهلي على هذا النحو هتشوفوا ايه اللي بيحصل في اللعيب. هنجيب لكم فقره دلوقتي هتجدوا ان معدل اداء اللعيبه هو الاعلى في العالم، اداء اللعيبه في الماتشات لعيبه النادي الاهلي، على عدد الماتشات اللي بيلعبها النادي الاهلي في فترات الموسم هي الاعلى في العالم. هذا كلام فانا الشق الفني يتناقش فني، اما الكلام المرسل اللي هو مقصود انك تخبط في الناس ده كلام يعني يسهل جدا جدا الرد عليه زي ما قال الاستاذ ابراهيم. النمره الثانيه، النمره بتاع النقطه الثانيه بتاع الفساد الرياضي، استنى بس هخلص الحته الفنيه يا استاذ ابراهيم. اتفضل. لما يجي يقول لك جدد لعلي معلول بمبلغ خرافي بعد تدهور مستواه، علي معلول اصيب ويسترد مستواه، علي معلول لما كان يسأل المنافس قبل الحليف من أفضل محترف جاء إلى مصر في السنوات الأخيرة يقول لك علي معلول، ولو كان الأهلي لم يجدد لعلي معلول للقي اللوم والعتاب والهجوم والتفريط في قيمة، وكان يتهم بإدارة المال العام لأنك بتحط فلوسك في الناس اللي أنت في ناس مفروض تحطها في ناس تانية. ده مسألة فنية ما حدش يناقشها وما فيش جدال عليها. النقطة الأخيرة رأيي الشخصي بقى إنه شايف إن الخطيب والنرجسية والكلام ده يعني لا، بس أنا أفصح عن مكنونه بالظبط. بس أنا بتكلم في جزئية الفساد الرياضي، لأن أنا بقولت لكم هي المشكلة في الزملاء الأساتذة مقدمي برامج التوك شو، محاولة استيراد ألفاظ معينة من ثقافات أخرى وتلبسها الملبس الرياضي. لما تستخدمها في الرياضة، لما تقول لي فساد رياضي أقول لك تعالى، معنى الفساد الرياضي هو الفشل في تحقيق بطولات أو الوقوع في محاظير إعلامية أو رياضية. ده فشل ماشي. الفساد إنك تخفي خطاب، الفساد إنك تدلس، الفساد إنك تعمل حاجة. هو بيتكلم فساد إداري وفساد رياضي. الفساد الرياضي لو تقصد العجز والفشل فما أعتقدش إنه مجلس إدارة النادي الأهلي في الخمس سنين الأخيرة أو الأربع سنين باعتبار أن هذا الموسم لم ينتهي بعد يحقق 12 بطولة. 12 بطولة يا دكتور باز، 12 بطولة. أقرب نادي للنادي الأهلي تحقيقا في نفس الفترة الزمنية نادي الزمالك الشقيق 7 بطولات. فما أعتقدش أنه من يحقق 12 بطولة هو فاشل، ومن يحقق 7 هو ناجح وعليكم الاقتداء به. هنا الرقم بس لمناقشة فكرة إيه فهمك عن الفساد الرياضي. أما فكرة ترك النادي الفريق لموسيماني وزوجته ومشى موسيماني في وسط الموسم، هو برضو جزء من عدم المتابعة.
الاهلي لا مشى موسيماني ولا مشى فايلر، لانه فجاه يتقال في نفس الكلام اللي حضرتك قريته انه ساب موسيماني وزوجته اطلقوا لهم العنان في الفريق، وواحده تانية مشاه في وسط الموسم. دي عكس دي، الاثنين عكس بعض. بالمناسبه موسيماني او زوجته كوكيله او رئيسه شركه للعمل في المجال الرياضي، الصفقتين الافريقيتين اللي جم لويس ميكيسوني وبيرسي تاو. بيرسي تاو لاعب دولي في جنوب افريقيا، المتابعين للكوره يقدروا يقولوا لحضرتك حجمه واهميته وقيمته كلاعب. ولويس ميكيسوني لما جه وكان واحد من افضل لاعبي سيمبا التنزاني اللي تندروا عليه وتهكموا، رجع واعتذروا مجرد انه لعب مباراه كويسه قدام الاتحاد وجاب جون كويس ثم اصيب. لكن هي فكره اصله جدد لعلي معلول وهو في اسوء الحالات. الاتحاد الافريقي احنا مقرين انه مدينا ظهره، وبينه وبين مصر وبينه وبين النادي الاهلي كتير من الارض غير الجيده. الاتحاد الافريقي لما حب يختار افضل 10 لعيبه في القاره هذا العام كان 5 منهم من لعيبه النادي الاهلي، اللي انت قالوا لك انه في فساد رياضي واداري وفني. قول لي بيرسي تاو المتهم بانه صفقه سيئه عملها امير توفيق مرشح ضمن احسن لاعب في افريقيا، علي معلول اللي الاهلي جدد له مرشح ضمن العشرة الافضل في افريقيا، اليو ديانج اللي بيوصف حاليا وهو بالفعل على ترانسفير ماركتنج القيمه التسويقيه الاعلى في الدوري المصري، هي صفقه حققها النادي الاهلي ايضا مع امير توفيق. فين الفشل؟ لا، وفي ضمن الثلاثه فين المعايير الفشل؟ ضمن الثلاثه اللي صفوا في الاخر، وفي الاخر العشرة الاهلاويه الخمسه بين العشرة يعني نص العشرة من لاعبي النادي الاهلي عن افريقيا مش عن الاتحاد المصري، ثم يفوز بينهم الشناوي باحسن لاعب في افريقيا. عايز افهم يعني ايه فساد مالي؟ انا قلت لك فساد مالي واحلتك الى شهاده النائب العام في ابراء الذمه، عشان اي حد يجرؤ انه يتهم النادي الاهلي بما ليس فيه يجب الرجوع عليه، لانه ما اعتقدش بعد شهاده ابراء الذمه من معالي النائب العام حد يجرؤ يلوك مثل هذه اللبانه. كل اللي اتقال اصله النادي الاهلي واصله واصله واصله، وبعد كده اصله الخطيب معرفش نرجسي وبيحب نفسه، يعني ايه برضه؟ انطباع شخصي فليكن، يعني فليكن ده راي الشخص ليك او للي كتب التويته اللي انت حضرتك قالتها. لكن كمان استمر الدكتور محمد الباز في نفس الفيديو براي اخر نشوفه. يا جماعة مجلس الإدارة بتاع الأهلي ده على رأسه الكابتن الخطيب، كابتن الخطيب راجل ممكن يبقى رمز، رمز في الكرة المصرية، لكن في الإدارة خلوق جدا، طيب بسيط كده. ففيه في مجلس إدارة الأهلي دلوقتي، وأنا مش هقول أسماء المرة دي، ما يمكن أن نتحدث عنه أنه مراكز قوة، وفي خلافات، وكل واحد في الاهلي الوقت يا جماعه الاهلي ده عزب ملاذ صاحب، كل واحد عايز يعمل حاجه يعملها، يعمل صفقات يعملها، اللي يخلي قريبه يلعب، ناس تاخد عمولات. فاذا انت بتتكلم على مجلس اداره النهارده، لو الناس دي بتحب الاهلي الناس دي تستقيل على راسهم الخطيب. هو يقول انا فشلت، لانه ما حدث بالامس ده يمكن ان تسميه عار لاحق به النادي الاهلي، كويس. ففي هنا المساله ايه؟ مين اللي ماشي موسيماني اصلا وجاب المدرب ده واصر عليه، اللي هو الراجل كان ايه، تايه في المدينه، تايه في الملعب، كويس. في اصرار على ترديد اسم حسام غالي، واصراره ان يلعب محمد هاني قريبه تقريبا ولا نسيبه ولا مش عارف ايه. فأنا بدعو إلى فعلا ثورة إدارية في النادي الأهلي، لابد أن يعني يتم تغيير حقيقي عشان النادي ده يرجع تبقى المنافسة كويسة. ما هو الحتة الأخرانية بقى، يعني يمكن الحتة الأولانية استند فيها إلى آراء ومعلومات وكلام، لكن الحتة الثانية تمثل رأيه الشخصي. أستاذ إبراهيم، رأيه الشخصي المجلس ده اللي مليان خلافات ما يستقيل، في مراكز قوة،
في عمولات تاني، عمولات تاني بيلعبوا قرايبهم. مين قرايب مين؟ انا مش ما اعرفش مين اللي له قريب بيلعب في النادي الاهلي في اي لعبه. الموضوع تحسه حاجه من اتنين، لو خدناه بحسن الظن انه مش مدروس عند الاستاذ الباز، يعني المعلومات او هو بيتابع العناوين او من الاخر مش عايش الحاله، جابته متاخره، لانه ده لو خدته بحسن الظن، لو خدته بسوء الظن هقول لا، يبقى انت كده هي دي طربقة النادي الاهلي، ما تستقيله، لان هي دي النغمه اللي كتير جدا عايزين يوصلوا لها، ما تستقيله، واذا ما استقالوش وكملوا هيبقى ده الفشل لكل اولئك الذين لا يريدون خيرا للنادي الاهلي. وده الحته اللي تخصنا بقى مع اعضائنا وجماهيرنا، تنبهوا، خلي بالكم الكلام ده، احنا نبهنا على برامج والنهارده دخلت برامج ملهاش علاقه بالرياضه بتؤكد بس بشكل بقى ايه عناوين شويه مش عايشه الحاله. طيب الجزء الاولاني من كلام الدكتور الباز، وانا هنا صدقوني مش عايز اروح برضو لاي تقييمات شخصيه ولا تداول اي شيء عن تفاصيل اي زميل، للكل ليه احترامه وتقديره على المستوى الشخصي وعلى تفاصيله المهنيه، لكن خلينا نفضل عند ما قاله، لانه نرجع نستخدم نفس المنطق اللي اتقال ايام انتخابات المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب، وهنا واضح التوجه الحقيقه، واضح منبع الكلام ومنبته. كابتن الخطيب نجم اسطوره، والكابتن الخطيب رمز للكره المصريه، والكابتن الخطيب كذا وكذا، بس مش اداري. ده كلام معلب باثر رجعي. المفترض بعد 4-5 سنين من الممارسه، لو كان في وقت كنا هنقدر نجيب كل الناس قالت ايه عن اداره النادي الاهلي في عصر الكابتن محمود الخطيب لما الراجل مارس جوائز دوليه. اولا كابتن محمود الخطيب خد جائزه الابداع الاداري الرياضي، جائزه محمد بن راشد ال مكتوم، ووصف النادي الاهلي وقتها انه صاحب افضل تجربه في الحوكمه الرياضيه تدرس خارجيا. دي كانت حيثيات منح كابتن الخطيب هذه الجائزة، محدش خدها من أي نادي في الشرق الأوسط أو حسب لجنة الجائزة محدش خدها. النادي الأهلي في عصر مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، ومش عايز اختزل النادي الأهلي في محمود الخطيب، لكن أما وإنك خدته على جنب واعتبرته رئيس مش إداري رغم أنه كان نجم أسطوري عشان تراد الناس في حتة وتروح انت باللي انت عايزه في الحته بتاعتك، لا خليني في الحته دي. الخطيب افضى الى ما قدم كلاعب، اعتزل في نهايه الثمانينات وملفه بكل ما فيه من اهداف انتهى، بنتكلم على النموذج الاداري. النادي الاهلي في عصر الكابتن محمود الخطيب اريد له ان يتعرض الى حاله افلاس تامه. الموسم الماضي واخد افضل نادي في افريقيا، الموسم اللي فات افضل نادي في افريقيا، بس انا بقول لكم حتى على مستوى الممارسه الاداريه، لما يتعرض النادي الاهلي الى محاوله مش عايز اقول تركيع لا افلاس، وفجاه في نص الموسم الشركه الراعيه تنسحب، شركه صله السعوديه، شركه الملابس تنسحب على اساس ان النادي الاهلي هيفلس او هيقع في حيص بيص. الاداري اللي في وجهه الدكتور الباز او قيل له انه قول ان هو اداري فاشل، قاد عملية مفاوضات بين الوكالات الإعلانية خلت الأستاذ محمد كامل لو تفتكروا ساعتها أنبس على راسه وهو بيمضي العقد معاه مع شركة وطنية مصرية كبيرة محترمة تاخد حق رعاية النادي الأهلي. ده كان الكابتن محمود الخطيب بعد منافسة مع مؤسسة وطنية زي الأهرام، زي الأهرام، ويصل حق رعاية النادي الأهلي في تعظيم موارد النادي الأهلي إلى نصف مليار. ايضا بعديها على طول يقدم الكابتن محمود الخطيب من خلال مجلس الاداره نموذج جديد في تعظيم موارد النادي في المجموعه الاقتصاديه، ويتعاقد عليها مع الشركه الوطنيه المحترمه ببرزنتيشن واستادات، بحيث انه يستنبط موارد جديده تعظم قدرات وعوائد النادي ويصل الى قيمه ماليه مضافه غير القيمة الامتياز الإعلاني والرعاية.
ده كان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ثم يشرع في تغيير أرض النادي الأهلي في الشيخ زايد في التجمع، يغيرها بعد ما كان تم في المجلس السابق وينشئ وعلى وشك الافتتاح، ويطور الشيخ زايد ويطور مدينة نصر والجزيرة هذه المقرات، ويتمدد الأهلي إلى أسوان مع الشركة الوطنية أيضا في مشاركة وطنية محترمة تعكس تقدير الجهات الوطنية لقيمة النادي الأهلي ونجاح نموذج محمود الخطيب ومجلس إدارته وحجم إسهاماته في البطولات الأخيرة الإفريقية والدولية. تعالوا شوفوا بقى حجم بطولات النادي الأهلي الرياضية عشان يوصف بأنه فاشل رياضيا. نفسي أعرف، والدكتور محمد الباز أستاذ جامعة، قل لي معايير النجاح أقول لك ده فاشل ولا لأ، قل لي المعايير اللي أنت بتحكم عليها، قل لي كراسة الإجابة بتاعتك فيها إيه، وأنا هقول لك إن النادي الأهلي بمجلس إدارته وبأدائه المتواصل من جيل لجيل النموذج الذي يحتذى به عالميا. ولعلك لا تعلم أن النادي الأهلي مع مجلس الإدارة الحالي استعاد أرضا مفقودة في جدول الأكثر تتويجا في العالم حتى صار الثاني بعد ريال مدريد، ما حصلتش لأي نادي في الشرق الأوسط. أقرب نادي لمنافسة ريال مدريد النادي الأهلي عن تحقيقه اللقب لاقترب من ريال مدريد أكثر وأكثر. البطولات الجماعية أو البطولات الرياضية الأخرى، ما في بطولة الأهلي في الموسم الأخير يا دكتور حاز كل بطولات السلة، الأربع بطولات في الموسم في كرة السلة حازها الأهلي، السنة اللي قبلها صادق الكامل لبطولات الطايرة واليد، بيخسر بطولة، الزمالك بيكسب بطولتين وهكذا، المنافسة في الملعب. لكن هي إيه معنى فاشل إداريا؟ تقدر تقولي؟ لأنك لو كراسة محمود الخطيب قدامك وأنت أستاذ جامعة وأعملت ضميرك مش هتديله أقل من الدرجة النهائية، أو تقولي ساعتها نموذج الإجابة بتاعك أو ما أعطي ليك في إيه بالظبط؟ هنا تأتي المقاربة اللي لازم أذكرها بعيدا بقى عن الـ ما قيل في هذا البرنامج تحديدا، لأن الحتتين دول بيتلعب بيهم جامد قوي يا أستاذ إبراهيم. الزمالك وهو في ظل عدم استقرار ويحقق البطولات دي معجزة، والأهلي في ظل استقرار يفقد بطولات وده فشل. هو مين اللي مستقر؟ مين اللي مستقر بقى في السنين الأخيرة؟ أصل معنى الاستقرار إيه؟ إن أزماتك المالية تغطى. مين اللي اتغطيت له أزماته المالية؟ النادي الأهلي. لا، مين اللي اتغطيت له أزماته المالية؟ اتغطيت له الزمالك. الزمالك. بفلوس مين؟ الدولة. بضمان وزير الشباب شخصيا وقالها. لن نسمح. أيوه. خلصت. وهذا ما تحقق. كل مديونياته بتتجدول بتتستف وبيساهم في سدادها. الرخص تمنح سواء وهي مستوفاة أو غير مستوفاة وتسدد. عمليات العقوبات بيتم التسويف فيها ولا تطبق، غير في حدث ما كانوش متوقعينه خالص، في حدث أبسط الأحداث هو اللي أدى إلى إيقاف القيد اللي تم كسره بمعرفة الاتحاد المصري، وقيد سيف الجزيري في صفقة انتقال حر. تعرف لو كانت امتداد إعارة زي ما بيقولوا، لا، الصفة الدولية انتقال حر. السيستم بيقول كده، وهو يعني محظور عليه ان هو مين اللي غطى ده. في المقابل بقى الأهلي الذي يسعى إلى تعظيم موارده لا يحصل على حقوقه. الأهلي الذي يعني مفروض أن يدافع عنه تختفي الخطابات عشان ما ينظمش البطولات في أرض بيها، وتحقق الوزارة وتكتشف وتشاور على المسؤول ولا شيء، وتحيله إلى الاتحاد ولا شيء، وصمت رهيب، بل بالعكس يتم مكافأة كل من اعاق الاهلي في الفولي. قلنا ايه اللي حصل وتوجيه البطولات مش ازاي، وكيف تم اختراق وتعديل اللوائح للحصول على البطولات او توجيه. في كره اليد قلنا وهو بتجارب شخصيه
وبقرارات معلنة من رئيس الاتحاد آنذاك الكابتن هشام نصر أنه بيحاول لاعب معاك الاستغناء بتاعه ودافع فلوسه وإلى نادي آخر لصالح اللعبة، فبيحرمك من أنك أنت تكون فريق. كل ده شايفه طبيعي هنا استقرار في الأهلي وعدم استقرار في الزمالك. ده الزمالك أصل أنت الزمالك مش محتاج مجلس إدارة الحقيقة، لأنه مغطى بالكامل من المؤسسات الرياضية. مجلس الإدارة يدير الأعمال، لكن الذي يحل الأزمات ويسدد الأموال ويخفي الخطابات ويجتمع باللاعبين ويبعث للاتحادات الدولية ويجدد للاعيبة ويتفاوض وزير مع لاعب في مكتبه. أنتوا عايزين نوصل لإيه؟ في حين النادي الاهلي بعت لك يقول لك والنبي ساعدني اخد مستحقات، طب والنبي تديني مستحقاتي في البطولات، يقول له اصل ده عرف. طب ادي الفلوس للشركه اللي انجزت، خد مستحقاتي سددها لشركه وطنيه عليا فلوس ليها بتبني لي، وعندي فلوس مش عارف اخدها، حول عليها الفلوس. ابدا. طيب الدكتور محمد الباز وهو دكتور في الاعلام، واضح جدا ان خلفيته الرياضيه او الكرويه على وجه الادق قليله جدا، فاستعان الراجل على التليفون بالكابتن حلمي طولان على اساس ان الكابتن حلمي طولان ابن نادي الزمالك ومدرب نادي الزمالك، وهيقول له بقى اكشف لي ايه اللي حاصل في الاهلي وسر هزيمه الاهلي يا كابتن حلمي. نشوف لو عملنا تقييم فني لمباراه القمه في الكاس الاخيره. أيوة. الاهلي والزمالك. الزمالك يمكن خرج من بطوله افريقيا، الاهلي كمل ولعب سوبر افريقي بره مصر واصبح عنده مؤجلات كتير، فكان بيلعبها على طول كل 3 ايام يلعب ماتش، فده اصاب اللاعبين باجهاد شديد وبقوا اوفر تريننج زي ما بنقول في علم التدريبي. النادي الزمالك غير، نادي الزمالك بيلعب مبارياته عادي، مكمل الدوري عادي، فده لعبته اكثر راحه. ده اللي فرق كتير جدا في المباريات، في المباراه دي بالذات. في الاهلي جاي مرهق بيلعب مباريات متتاليه، الزمالك مستريح افضل، لاعب كل مبارياته مستني النادي الاهلي، وبالتالي ظهر هذا التفوق في الشوط الاول نتيجه لده. يمكن نادي الزمالك خوفه على النتيجه في الشوط الثاني ادى افضليه للنادي الاهلي انه يؤدي، لكن مش الاداء اللي يكسب، في ارهاق. حضرتك يعني ده سبب اساسي انت شايف الاجنبي في انه دول المراقبين؟ ده مفيش. طب انا عندي مثلا اتكلمت على المدربين، تقييمك ايه للمدرب الاهلي الجديد خاصه انه راجل تقريبا ما لحقش؟ طبعا ما كانش لسه لحق يعني. هو مستر فيريرا طبعا ليه تجربه سابقه مع نادي الزمالك، وراجل موجود من مدة ومستقر فنيا وعنده خبرة بالملاعب المصرية والجمهور واللعيبة والدوري بالظبط. عنده خبرة كبيرة جدا وعنده معرفة تامة بلعيبة الزمالك كلهم، لكن مدرب الأهلي لسه جاي. أنا في اعتقاد أنه لسه معرفش ما ألمش بأسماء عدد كبير من اللاعبين. تتالي المباريات ما بيديش فرصة ان انا ادرب، يبقى عايز اعمل ريكفري للاعب عشان يقدر يواصل على حساب التدريب. يعني ما بدربش، ما بحطش افكاري، لان ما عنديش وقت لده. فالراجل ده طبعا جه ما عندوش الوقت الكافي، تتالي المباريات وتلاحم المباريات ما بيديش المدرب فرصة انه يدرب، عايز يريح لعبته اكبر وقت ممكن. فبالتالي هو لسه ما عملش حاجه، لسه ما عملش. طبعا يعني. طب بمعرفتك او بخبرتك بيه يعني، او هو يقدر هيدي للاهلي او ياخد وقت قد ايه عشان يعمل نتيجه؟ لا هو اي مدرب يعني حتى في 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 على اعلى مستوى في اوروبا برضه لما بيجي بيبقى محتاج وقت كبير عشان يطبع افكاره في نفوس اللعيبه وفي عقليات اللعيبه دي، بيحتاج وقت كبير جدا. هو مش ساحر يجيب عصايه يعمل كده يكسب يعني. طيب هو الحقيقه هنا في حاجتين يعني. الاستاذ محمد الدكتور محمد الباز هحترم فيه جدا انه لهم لم يكن مجادلا، كان يسال السؤال
المسموم اللي اتحط له لما يتلقى اجابات حتى ما كانش بيجدد. ده دليل ان ملوش هو شخصيا لا ملوش خلفيه يعني مش مغرض انما هو كلام مش درسه. فانا هعفيه من التعمد او القصد الاساءه للنادي الاهلي. هو صور له هذا الامر يعني. ولكن الذي ينبغي ان يكون جديرا بالاحترام هذا المدرب الذي يحترم تاريخه فتحدث فنيا وراح للب الاسباب وكان كابتن حلمي طلع وكان صادقا ومحقا كما يملي عليه ضميره. اما بيقول له عدله كده الزمالك عشان خرج بدري، ما هو ده اخفاق. ما حدش عمل في الزمالك اللي بيحصل في الاهلي دلوقتي. طيب ارتاح وقابل النادي الاهلي المنهك جدا 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 والذي زاد انهاكه بجدول مكدس جدا ملوش نظير على مستوى العالم. وشفنا الاصابات وشفنا الاهلي بيلعب بقاله 3 اشهر بنصف فريق بالمعنى الحرفي. طيب الظاهر بقى شوفوا الاهلي خسر قدام المصري، خسر قدام بيراميد، خسر لا قدام الزمالك دي موضوع جديد، لكن التعادلات الغريبه اللي خسرها النادي الاهلي كلها تحققت بعد الفوز بالمركز الثالث ثم الانشغال بنهائي افريقيا بطريقه تشتت اي لو ريال مدريد كان لازم يتشتت بهذا الضغط المكثف داخليا وخارجيا. للاسف بقول كده داخليا وخارجيا لم يقف مع الاهلي احد بالمره. طيب كل فرقه كانت بتلعبك يا استاذ ابراهيم واخده 7-8 ايام اجازه بتدرسك انت بس، وفي منهم ناس 12 يوم و15 يوم متفرغين لك. حصل ايه بقى؟ دخلوا فرغوا الشحنه كلها فيك انت. وبعديها؟ بعديها قعدت اتجول انا كده كل المصري حصل له ايه بعد ما لعب الاهلي؟ هي مش واحده ولا اثنين ولا ثلاثه، اربع حالات. يعني اربع حالات اربعه وخمسه يمثلوا على المصري بعد ما كسب الاهلي. خسر من الزمالك 2-1، وخسر من المقاولين 2-0، وخسر من الاسماعيلي 3-2، وتعادل مع المحله 1-1. سموحه بعد ما فاز على الاهلي خسر من الاسماعيلي 1-0، وخسر من البنك الاهلي 1-0، وخسر قدام الزمالك 2-0. البنك الاهلي واخيرا ما هو اخر حاجه مع الزمالك. البنك الاهلي بعد ما تعادل مع الاهلي اتعادل مع الاسماعيلي 2-2، وتعادل مع السيراميكا 0-0، وخسر من الزمالك 2-1. بصوا ما حدش بيكسب. الجونه حتى بعد ما اتعادل مع الاهلي اتعادل مع انبي وفاز على الطلايع ورجع خسر من الاهلي 2-0. دي الفرق الاربعه اللي بعد ماتشات الاهلي تفسر للمهندس عادل ابراهيم. والله العظيم لو بحثت كل هتلاقي الفرق هتلاقي طلائع الجيش كده وهتلاقي كل الناس طلائع الجيش اللي نتائجه لحد قريب كان تكاد تكون افضل نادي في الدور الثاني. طيب دي كانت يعني ما يتعلق بالدكتور محمد الباز وازاي الاهلي النموذج الافضل نجاحا رياضيا واداريا وماليا وصاحب اعلى العوائد الماليه والانماط الاقتصاديه المبتكره يوصف بانه فاشل. ما تستقيلوا بقى وتريحونا. هيراجع نفسه انا متاكد. نطلع لفاصل الامر بجديه لاني انا يعني عندي بارقه امل ان يكون موقفه مش مقصود منه دس عليه. انما لو كنت فعلا فير راجع امرك وانت هتقول كلام تاني. نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف بقى حكايه سيد عبد الحفيظ وازمه الممر. اهلا بحضراتكم من جديد. بعد الحقيقه مباراه القمه اصبح الممر هو الازمه. ايه يا جماعه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي ما رضاش يسلم على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكمان ما رضيش يمشي في الممر. طيب هندخل في بعض الفيديوهات اللي ليها علاقة بأزمة الممر، لكن قبل ما ندخل فيها المهندس عادل استهل كلامه انه كابتن سيد عبد الحفيظ له كل الدعم والمساندة والتثمين والتقدير
والاحترام على موقفه مش الرافض للمرور في الممر الشرفي، لأنه أصل الرياضة الاحترام والممرات الشرفية سلوك رياضي راقي راقي. أستاذ إبراهيم ممكن أتوقف هنا عشان تكمل على راحتك؟ آه. لما أنا أكون خسران وأعمل ممر شرفي لصاحب المركز الأول، هو ده الممر الشرفي، هو ده الممر الشرفي، العكس مش صح. لكن انا كسبان يعني عايز بقى طبطب عليك يعني هو الوضع معكوس يعني. يا جماعه هو الوضع معكوس، الممر لكن الشرفي لكن لتحيه الفائز، لكن له مفاجاه مهمه جدا ونقطه فاصله وقاسمه ايضا بعد ما نسمع الكابتن احمد حسام ميدو. التصريحات اللي قالها كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده في قناه النادي الاهلي فيما يخص كرامته وعدم تقبله لاي شخص ان هو يهينه، أنا بحييه عليها وبقول له أنت راجل جدع وذكر، والراجل الجدع هو فعلا اللي ما يقبلش الإهانة. إن كابتن سيد الكلام اللي هو قاله النهاردة كلام محترم جدا، وإحنا كلنا بالنادي إن إحنا مش عايزين إن أي حد يهين أي حد. ولو هو فعلا حس إن المستشار مرتضى منصور دخل يعني و أهان سيد عبد الحفيظ بشكل ما، وهو كان راجل حاسس بالإهانة من الكلام اللي اتقال، فأنا معاك 100% في أن أنت راجل لا تتقبل الكلام ده، وإحنا كلنا لا نقبل الكلام ده لا عليك ولا على أي حد تاني، وإحنا معاك في الكلام اللي أنت بتقوله ده. ولكن أنا كان نفسي أن كابتن سيد عبد الحفيظ أن هو احتراما للبروتوكول اللي اقره اتحاد الكره المصري، على فكره مش نادي الزمالك هو اللي اقر البروتوكول ده. البروتوكول ده اتبعت للناديين ان ايا كان مين اللي هيكسب هيقف للفرقه اللي خسرت ممر شرفي، علشان عايزين ان احنا عايزين نصدر صوره ايجابيه وصوره طيبه للشعوب العربيه كلها اللي بتتابع المباراه. فالمسؤولين في اتحاد الكره هدفهم من الممر الشرفي ده ان احنا بنقول لا يا جماعه، حتى لو احنا عندنا اساءات ما بيننا وما بين بعض، احنا لا قدام الناس الفرقه اللي هتكسب هتقف في ممر شرفي. ففكره ان كابتن سيد طلع قال مش كل مره تعمل لي على مزاجك مره او مره لا وبتاع، الفكره دي انا بالنسبه لي مش هو ده سياق الكلام ده. بالعكس، انت المفروض تبقى فرحان ان حاجه كويسه ابتدت تتعمل حتى لو هي ما اتعملتش قبل كده. وتاني انا باكد ان انا مع سيد عبد الحفيظ في كل كلمه بيقولها فيما يخص الحفاظ على كرامته، وان هو يدور على حقوقه ويدافع على حقوقه، ولو هو ما عملش كده احنا اللي نزعل منه. احنا بنقول لك احنا كلاعيبه كوره احنا معاك، ولكن الممر الشرفي ده يا كابتن سيد ده ممر نادي الزمالك هو اللي عامله لك احتراما ليك ولتاريخك وللعلاقات الطيبة اللي ما بين الناديين، اللي البعض للأسف شوه هذه العلاقات في السنوات الأخيرة. يبقى أنا كنت معاك يا كابتن سيد جدا إن أنت تخش جوه الممر ده، وأنت حاسس إن المستشار مرتضى منصور أهانك، ما تسلمش عليه زي ما أنت ما سلمتش عليه. أنت كده راجل 100% كلنا في ظهرك. إنما المشهد إن أنت تخرج الناس كلها داخلة وانت تخرج من هنا من بره، لا مش مدير الكره اللي يعمل كده. هو لو كان الاهلي كسب كان هيقف ممر شرفي، لان دي تعليمات اتحاد الكوره، وكانت لعيبه نادي الزمالك كلها هتخش جوه الممر الشرفي. فالكلام ايه لو انتوا هتقولوا لي ايه رايك يا ميدو؟ رايي ان انا مع سيد عبد الحفيظ قلبا وقالبا، لكن ما علاقة الممر الشرفي اللي اتحاد الكرة هو اللي أقر بيه؟ هو تفضل. هو أستاذ إبراهيم، بس أنا ما زلت عند رأيي أن القيمة الكبرى للممر عندما تكون مهزوم وتصفق للفائز، هو دي الفكرة. بتكسب نفسك، بتكسب حزنك، بتكسب قهرتك، مقابل أنك بتقول للي قدامك مبروك، فبدوره عليه أن يحييك. ولكن أيا كان موضوع الممر الشرفي، لأن نفس الحالات طبعا المنافس ما وقفش فيها، بس أنا عايز اتفضل النبي أخلص، لأن هنا كابتن ميدو
يعني يتكلم في حاجتين. الجزء الاولاني بقى اللي اتكلم فيه الاستاذ ابراهيم، اللي انا بقول عليه يا استاذ ابراهيم، الدنيا هناك من الناس الافاضل وديننا يامرنا بجبر الخواطر، ودكتورنا العظيم يعني في كل محاضراته حسام موافي، حسام الدكتور حسام موافي يركز على موضوع جبر الخواطر، قيمة إنسانية عالية جدا جدا جدا، ولكن كسر النفوس قيمة إنسانية دونية هابطة. ما تقدرش قوة تجبر إنسان إتهان إن عشان البروتوكول يقول لا لازم تعمل كذا وتروح تسلم عشان البروتوكول بيقول ومطبعات المشهد. الراجل احتج بأرقى طريقة ممكنة تظهر غضبه لأنه تجاهل ومشي. مطلوب إيه من واحد اتشتم بكل أنواع السباب واتهم؟ ده بالعكس تم التحريض عليه سياسيا. يعني بتحاربه في حياته، بتحاربه في حريته، بتحاربه في عيلته، بتحاربه أي إنسان، أي إنسان. يعني الناس عندها يا أستاذ الحر عنده الكرامة قبل رغيف العيش. طيب ده المبدأ المهم جدا أخلاقيا. المفاجأة بقى للكابتن أحمد حسام ميدو إنه لا اتحاد الكرة طلب ولا البروتوكول بيقول ولا شروط المباراة تضمنت كده ولا اتحاد الكوره في شروط المباراه وتنظيمها اللي بعته للاتحاد للنادي الاهلي واكيد هو اللي بعته لنادي الزمالك نص على كده خالص. ايه رايك؟ الاهلي لم يتلقى اي حاجه في مكاتبات اتحاد الكوره بخصوص مباراه كاس مصر انه في بروتوكول او في ممر شرفي مين اللي هيعمله الكاسب او الخاسر. هذا يا كابتن ميدو غير موجود بالمره. فهنا الكابتن سيد عبد الحفيظ طلب منه ان يفعل حاجة مش منصوص عليها، لكن يبقى التأكيد فكرة الممر الشرفي أيا كان مين اللي يعملها دي مسألة أخلاقيا مطلوبة ورياضيا سلوك رياضي سليم. بس زي ما السيد عبد الحفيظ قال، طب هو قبل كده كان بيحصل إيه؟ محدش كان بيلوم حد، اللوم فقط بيتوجه للنادي الأهلي، الغلط فقط ينسب للنادي الأهلي، لأنه حتى لعيبة نادي الزمالك الشقيق هفكركم في سوبر 2019 رفضوا الدخول في الممر الشرفي قدام الاهلي في 2019 افكركم بيها. ايه ده ايه ده الحياه؟ شفتوا اهو الاعلان عن النادي الاهلي ولاعيبه الزمالك مشيت، واكم من مره الناس خدت الميداليات في اوضه اللبس. ده مش ما تسلموهاش حتى. وكتير جدا بيحصل سلوكيات خارجه حتى قدام الاحتفالات مع الناس ولاعيبه تعمل اشارات خادشه جدا للجماهير. محدش بيلوم حد ومحدش بيحاسب حد، فقط اريد محاسبه سيد عبد الحفيظ انه يمد ايده ويسلم على حد دائم الاساءه ليه. انا كان نفسي ان كل الناس حماة الاخلاق واللي زعلانين قوي ان سيد ما سلمش على حد بيسبه ليل نهار وينعته بأسوأ الالفاظ، كان نفسي الناس نسمع رأيها. والنادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي بيتعرض لإساءات ورمي للمحصنات ومحدش اتعملت شكاوى لكل الأسرة الرياضية من الوزير لاتحاد الكرة للجنة الأولمبية، محدش حرك ساكن، ما سمعناش مذيع واحد نطق إنه يا جماعة في كوارث أخلاقية بترتكب وفي محصنات شريفات عفيفات بيتم النيل منهم واتهامات شديدة الإساءة. ويطلب منك ويطلب بعد كده عايز تتسامح. تسامح يعني إيه؟ سيد عبد الحفيظ اللي بيتهم ويساء إليه ويعني كل يوم في كل مداخلة منتهى الإساءة. يا جماعة العدل إن أنت ترفض الخطأ من أيا كان مين اللي صاحبه، إذا كان الخطأ من سيد عبد الحفيظ يرفض، إذا كان من مرتضى منصور يرفض، لكن الرفض في اتجاه واحد لا مش كده والتحميل في اتجاه تاني على طول. انت بتحاكم رد الفعل ولا تحاكم الفعل. قولوا لي كل الناس اللي سمعت الاساءات اللي حصلت بحق النادي الاهلي ورئيسه ورموزه ونجومه ومدير الكره فيه، محدش غيره. على فكره ما ردش عليه، هو ما شتموش، هو مش هيقدر يسلم عليه يا اخوانا. يروح يقول ايه لاولاده؟ مش ده يا بابا اللي كان بيشتمك؟ الزميل احمد موسى اتكلم على كده نشوفه.
بعض الناس تيجي تقول لك الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل ما تساله اساله ليه عمل كده. بس حضرتك لازم تبص على الصوره الكامله. الصوره الكامله حضرتك اللي ما اتكلموش عليها اللي كانت 2019، لازم يشوفوا الصوره الكامله دي اللي قدامك 2019. نادي الزمالك كله، مش سيد عبد الحفيظ ولا مدير الكوره، لا، نادي الزمالك الاهلي عمل ممر في 2019، نادي الزمالك ما دخلش ممر وما طلعش على المنصه ومشيوا، ما خدوش الميداليات. ده امتى؟ 2019. حد اتكلم على ده؟ محدش اتكلم على ده. ادي نادي الزمالك اهو خرج من الملعب لما الاهلي فاز، اهو دخلوا على فين؟ على اوضه اللبس. حد عرض ده؟ يعني لما ناس يبقى عندها مصداقيه ما يتكلم على الاثنين، ما عنديش مشكله على فكره. ما تاخدش حاجه اللي عاجباك، والحاجه اللي مش عاجباك ما تجيش ناحيتها، لا، تعالى ناحيه كل حاجه عشان يبقى عندكم امانه وعندكم مصداقيه. يا اهل المصداقيه ويا اهل الامانه، لا هي عندكم لا امانه ولا عندكم مصداقيه. بالمناسبه يعني خلينا بس نتكلم الامور بوضوح. كان لازم اما اجيب سيد عبد الحفيظ اجيب اللقطه الاخرى. نادي الزمالك هنا تجاهل ورفض تسلم الميداليات، ونقول لهم اخطات يا نادي الزمالك خلاص. هو دي فكره عداله التعامل. شفت دي؟ شوفوا دي، شوفوا ليه سيد عبد الحفيظ عمل كده، شوفوا حكموا الفعل قبل ما تتكلموا على رد الفعل. ده اللي حسم بيه الاستاذ احمد موسى الكلام. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. طيب بسرعه كده لان بقى اقل من دقيقتين معانا. استاذ ابراهيم عايز اعلق بس على مباراه الاهلي والجونه، لاني انا يعني هتجنن. ما زال التحامل التحكيمي هو هو، مش مرتبط باسم حكم بقى ولا مساعد ولا مين اللي على الفار. دي مساله واضح انها زي ما تكون سياسه داخل لجنه الحكام او توجه داخل لجنه الحكام اللي رئيسها رحمنا من مداخلاته لمجرد انه بقى له شهر ونص موجود بره في المغرب. ضربه الجزاء الواضحه جدا يا جماعه للاهلي قدام الجونه. حسام حسن بيتعرض للدفع الواضح. ما في خبير تحكيمي حلل المباراه، الكابتن الشناوي، الكابتن سمير عثمان، الكابتن جهاد جريشه، الكابتن ناصر عباس، الكل اجمع ان دي ضربه جزاء واضحه وصريحه. اللي قبلها اتحسبت، بصوا نفس الدفعه اتحسبت، يعني ابراهيم نور الدين حسب دي وما حسبش دي. اهي اللعبه دي احنا مش بتاعه صلاح محسن، احنا في دي لان اللعبه دي بالظبط اللي عملها فينا العرجون مع شديد قناوي، وبغرابة شديدة استغرب لها العالم كله كيف لم تحتسب ضربة جزاء. شوفوا اهي الكل اجمع، وفي الشوط الاول مطلوب ايه؟ ايه لا الفار يجيبه ولا القط يحاسبه ولا تقول لي اصل الناس مغطيه ولا في زحمه ولا في اوضح من كده الا الغرض غلط. وابراهيم نور الدين في ظهره، في ظهره، ما هتقول في ظهره. انت فاكر بتاعة ازارو البراوليه ده؟ للاسف دي عينه بينا من اللي حصل في مباراه يعني الجونه. مش هنساعد عشان الاهلي كسب، احنا بنقول لكم بس هو ده اللي مخاف جمهور الاهلي بقى، هو ده اللي مزعل جمهور الاهلي. كان عايز يبقى عندنا رصيد نستخدمه في هذا التحامل. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.